نعم. أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للشباب الذين يشغلون أنفسهم بالطعن في العلماء وانتقاصهم أمثال شيخنا الشيخ صالح الفوزان وأن مثل هذا وغيره من العلماء من علماء السلاطين، فأحسن الله إليكم. لا شك أن هذا العمل سيء، لا يحل الإنسان أن يقع في أعراض الآخرين إلا ما يتعلق بشخص يدعو للبدعة فيتحدث عنه أنه ضال وأنه مبتدئ يدعو للبدعة، وأما أن يتقصد الناس هذه من صفات المنافقين، هم الذين يقول ما رأينا مثل قرائنا، يعني من الصحابة الآخرين، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله بحقهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية، بأمر خطير لا يحل هذا. ومن سمعهم يتكلمون بهذا ينبغي أن يوجه لهم اللوم والانتقاد والاحتقار.